خلونا يعني نتعرف من معالي وزيرة التضامن السيدة نيفين القباج. معالي الوزيرة، أهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا دكتور محمد؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يعني بك يا استاذ المشاهدين. يعني خالص عزائنا لأسر الضحايا، فيعني كيف سار الأمر يا فندم أول ما عرفت حضرتك أمر هذا الحادث وكيف طبعا التصرف فيه؟ احنا يعني بصفتنا وزاره معنيه بالموضوعات الاغاثه والكوارث، ويعني اولا مساله عدم التزام المواطنين بالذات سائقي يعني سائقي القطارات وسائقي السيارات الميكروباص وغيرهم، هي حاجة يعني الواحد بيبقى حزين جدا على الضحايا، بس بيبقى في منتهى الغضب على الاستهتار بحياة الناس. يعني في أكتر من حاجة، في مسألة السيطرة على التعاطي، ودلوقتي الحمد لله الصندوق يعني بيكثف جدا 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 الكشف مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة والسكان، حوالين الكشف على السائقين نزلت النسبة من 12% ل 8 لغاية ما وصلت ل 1.6، فدي نسبة كويسة جدا. أنا ببص طبعا احنا نتمنى انها تختفي خالص، تختفي تمام، لكن الاتجاه بيقول ان هي دلوقتي وفي بعض المناطق وصلت لغاية 1.2 و0.8، فدي في حد ذاتها الخطوة متقدمة. لكن أنا الحقيقة بقى يعني بنعتب على المواطنين اللي بيبقى بفهلوة وبيعدي بالقاطرة بتاعته بدون أدنى تحمل للمسؤولية حتى للركاب اللي معاه لحياته الشخصية. كل أسرة من دول يعني كل فرد وراه، احنا الفقد مش في الفرد بس، صحيح الفقد صحيح. في الاسره باكملها. فمساله التعويضات طبعا ما فيش اي تعويضات تعوض ارواح، ومساله ان عدم الالتزام بالذات على شريط القطر، يعني يمكن وزاره النقل ميكنت المزلقانات في كثير من المناطق، لكن هم مش مدين فرصه الناس تستكمل عمليه البناء. فطبعا دي عايزه توعيه وعايزه عمالة بشرية تبقى واقفة حراسة علشان تقدر تمنع دوت. وإحنا حتى كنا بنتكلم على تكثيف حملات التطوع، إن يبقى دايما في متطوعين معانا من المجتمعات نفسها، سواء في التوعية أو في الرقابة أوقات مرور القطارات، سواء من العاملين أو من المتطوعين، وده موجود في كل دول العالم، إن في متطوعين ممكن تعدي الناس الشارع في أوقات معينة. ده مش هيغني عن العاملين ومش هيغني عن حملات التوعيه ومش هيغني عن للناس نفسها والمواطن، خاصه يا فندم انه المزلقان ده مزلقان، المكان ده اغلق اكتر من مره لانه هو مش مزلقان قانوني او شرعي يعني، والمزلقان اللي هو الطبيعي على بعد 800 متر، يعني يبدو انه الناس برضو لازم يبقى ملتفت لحياته. الناس دايما بتقدر يعني ما بيحسبش حجم الخطر، وده موجود عندنا هي كثقافه لازم نعززها وندعمها، ان احنا ندرس مخاطر الموضوع. يعني انا بشوف ان انا هتعدي لا هو بالعكس، هو لو ما عديتش ايه الخسائر اللي ممكن تحصل؟ صحيح. ففي حاجه الى احنا في حاجه الى يعني قليل من الرشد عشان حياتنا وحياه الافراد اللي معانا، وعشان الاسر اللي بيتيتم واللي بيفقد عائل الاسره والى اخره. احنا طبعا كعاده الجهات الحكوميه بننزل على طول طبقا للقانون اللي تم زياده التعويضات فيه، الدولة بتتحمل 50,000، وبيبقى فيه دايما تعبئة موارد من آخرين، مجتمع مدني وآخرين، بيصل المبلغ أحيانا ل100,000 زي ما حصل للكنيسة وزي ما حصل لغيرها من الحوادث. لكن يعني الأموال لوحدها والتعويضات طبعا مش هتعوض الناس بالضبط. فيعني عزائنا لكل الأسر، وإحنا بنطالب بالعدالة ضد من أهمل في تعريض حياة الآخرين، وفي إن آخرين تم فعلا وفاتهم بالفعل هذا الصباح يعني. فعزائنا لينا كمصريين ولأسرهم بالأخص. تمام. معالي الوزيرة، أنا هنتهز إنه حضرتك معانا يعني، وهسأل حضرتك على إنه أنا قريت بعض الأخبار وعايز أستوثق هل هي صحيحة ولا لأ، إنه كنت حضرتك قدمتي يعني اقتراح انه يضاف الى شروط الزواج وصحته انه الزوجين يكونوا او المقدمين على الزواج يحصلوا على الدورات بتاعه موده اللي هي المبادره بتاعه اعداد المقبلين على الزواج، اعداد المقبلين على الزواج، فيبقى الحصول على دورات موده شرط من الشروط زي ما بيقدم الكشف الطبي. فانا قريت هذه المعلومه، فلو هل هذه المعلومه صحيحه الاول ولا لا؟ صحيحة. احنا لسه دلوقتي في سياق يعني فرضها كملزمة،
وفي ايضا معاك كجزء من المناهج التعليميه في الجامعه، ان هو مش كمنهج تعليمي بس كتدريب بيحصل عليه الشاب، وفي التجنيد ان التدريب بيحصل عليه المجند. طبعا احنا بنمر بثلاث مراحل، مره لما بيكون الشخص لوحده، ومره لما بيحصل خطبه بالفعل، لان حتى يعني التعامل مع الكيمياء ما بين طرفين مقدمين على عمليه زواج، عمليه الزواج وبناء اسره ليست عمليه بسيطه. احنا عايزين نحافظ على كيان الاسره المصريه، نخفض عدد الطلاق، نخفض عدد المحاكم والموضوعات الخاصه بالصحه الاسريه، نحمي الاطفال من اسر مفككه، وان هيروح مع مين، مع الاب ومع الام، وحق الرؤيه، تداعيات. يعني انا بقول استقرار المجتمع المصري جزء اساسي منه هو استقرار الاسره المصريه في كيان متحد وعلاقه سويه. فبنعد هي كنا عملنا منهج تدريبي مش لوحدنا، احنا والمؤسسات الدينيه سواء اسلاميه او مسيحيه، ومع علماء النفس والاجتماع، وأعدينا منهج. المنهج ده لتدريب المقبلين على الزواج في كافة النواحي، في الجزء الاجتماعي، في الجزء الثقافي، في الجزء الديني، في الجزء الصحة الأسرية والعلاقة ما بينهم والعلاقة ما بين أطراف الأسرة، في الجزء الاقتصادي، في الحماية من الإدمان والتعاطي في حال وجود أي مشكلة ما بين الزوجين. فده جزء. الجزء الثاني إن احنا بنتوسع في الاستشارات الأسرية. العلاقة الزوجية هي علاقة وعملية، مش خطوة واحدة بيتدرب وخلاص خلص. بيتجوزوا بيقابلوا بعض المشكلات، المشكلة الاقتصادية، المشكلة في أحد أفراد الأسرة، مشكلة تعاطي، مشكلة صحية. علشان كده بنتوسع. احنا كان عندنا زمان مكاتب الاستشارات الأسرية موجودة في وزارة التضامن، بندعم بيها، يعني بيبدأ بكورس مودة بعد عملية الزواج، بنتابع معاهم، بيبقى في استشارات أسرية. بعد كده بيبقى فيه طبعا بقى الجزء بتاع اتنين كفاية والصحة الإنجابية، الجزء بتاع التربية الإيجابية للأطفال. فهي يعني احنا هدفنا كتضامن اجتماعي مع شركائنا من الجهات الحكومية والأهلية ان احنا نتابع، وان يعني يبقى فيه علاقة مستمرة ما بيننا وبين الشباب والأسر الحديثة، علشان نقدر نحافظ على كيان الأسرة المصرية معاهم. صحيح. بس كده. طب بالنسبة لكيان الأسرة المصرية، يعني حضرتك أكيد متابعة الجدل اللي بيبقى حاصل بعد تصريحات، يعني واحد تقول لك إيه، أقصد الزوجة مش ملزمة إنها تطبخ، مش ملزمة إن هي تخدم في البيت جوزها وأولادها، لا أصل هي مش ملزمة ترضع الولاد أصلاً. يعني بتشوفي مثل هذه التصريحات إزاي تأثيرها على كيان الأسرة والعلاقة الزوجية في مصر؟ اولا انا بشوفها طنطنه اعلاميه، مع احترامي لمن يعني يجلي بيها، وبتعمل حاله جدل اجتماعي مع الوزيره. حضرتك معانا؟ حضرتك دكتور محمد؟ معانا يا فندم. حضرتك كنا توقفنا ان دي يعني طنطنه وجدل. بتعمل حاله جدل شديد في ما بين الاسر وبعضها، وبتلخبط العلاقات. الحقيقه يعني انا دايما بقول العلاقه الزوجيه لا هي عمليه خناقه ولا هي عمليه منافسه، هي علاقه منظومه سويه ربنا خلق فيها الود والسكن. لو في علاقه ود وسكن ساعتها مش هنفكر انت حقك ايه وانا حقي ايه وانا اللي اعمل وانت اللي تعمل. لو دخلنا في هذا الجدل اتهدت منظومه الاسره. المساله النهارده في رضعة، بكرة في أكلة، بعد بكرة في زيارة للأسرة، ده مش هنخلص منه. صحيح. أنا أعتقد أن البديل هو أن يعني نعبئ المجتمع ناحية سلامة زوجية وناحية ود أسري. لا خلاف على أن بعض الواجبات اللي بتقوم بيها الزوجة أو الزوج، يعني الحقيقة هي تحتاج من الطرفين، ودي حاجة شخصية بحتة. صحيح. يعني قائمة على التفاهم. قائمة على التفاهم بالزبط. وعلى الود. أنا شايفة عيب نتكلم في الحاجات دي، لأن الحقيقة إحنا بنعمل بلبلة بالذات للمقبلين على الزواج، لأن كلنا بنختلف. قد يحدث خلاف ما بين الزوج ومراته. صحيح. ولا حاجة أقرب حاجة ليها هتسترجع هذه الرسائل، أو هو هيسترجع هذه الرسائل. صحيح. سواء صحيح. كانت للسيدة أو الرجل. صحيح. فبالتالي بدخل في جدل مع الزوج، والحقيقة هل قيمة الأسرة وبقائها واستقرارها وأمنها
وتربيه ولادنا في اسر مستقره تستدعي مين يعمل الشاي ومين يرضع ومين يعمل لا الاكل؟ ما وصلتش كده. صحيح يعني، يعني هي صحيح. الحاجات دي ارخص بكتير قوي من كيان اسره مصريه. فالمساله دي شخصيه بحته وتخضع للشخص نفسه، قد يقبلها زوج بشده وقد يقبلها زوجه وقد تبادر بيها زوج تربيها زوج. يعني احنا بنتكلم على القيم بتاعت الاسره، اما سلوكيات الاسره فنتركها للاسره. صحيح صحيح صحيح. يعني فاتمنى يعني لينا السلامه واتمنى لاسرنا الاستقرار، لان ده جزء من استقرار المجتمع والدوله، وحرام علينا اولادنا يتربوا في خلافات، او الواحد يبقى راجع البيت داخل في جدل مين هيعمل ايه ومين هيرمي اللي مش عارفه ايه بره ومين هي يعني حقيقه لا يليق بيه. صحيح. لا حضرتك لا يعني لمستي جزء انه قيم الاسره بنتفق عليها، لكن السلوكيات بتترك للاسره، كل اسره بتحددها مع بعضها. وفي نفس الوقت ما نسيبش برضو، يعني انا مش بقول كده على السيده او الرجل، انا بقول انا ضد ان الزوج يثقل على الزوجه او ان الزوجه يبقى فيها كل حاجه ده حقي وحقك وهو يقول حق. يعني المساله اكبر من الحقوق، حق الاسره علينا بعض التنازلات احيانا ان احنا بنأديها سواء رجل او امراه للحفاظ على كيان الاسره، وفي الاخر الكل كسبان. صحيح. الا لو استحالت العيش. صحيح. بشكرك جدا معالي وزيره التضامن السيده نيفين القباج.